قال فريد أديب محامي حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق إن موكله لم يغادر القاهرة، وسيظهر قبل انعقاد الجلسة الأولى المحددة له أمام محكمة النقد في 11 يناير المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية. أكد